عبر الهاتف ينضم إلينا الأستاذ منير أديب، الباحث المتخصص في شؤون الجماعات الإرهابية. أستاذ منير، أهلا وسهلا بحضرتك. ما الذي تقوله أحاديث وروايات التاريخ فيما يخص الصراع بين أحمد السكري وحسن البنا، وما الذي كان يمثله السكري أصلا في السلم أو التدرج الهرمي للجماعة وقتها؟ أهلا وسهلا بك يا أستاذ أحمد وكل مشاهدينك الكرام. يعني أعتقد أن التاريخ روى ما قاله أحمد السكري ربما عبر عدد من المقالات نشرت في بعض الصحف المصرية، بينما صدر بيان من الإخوان وقع من الهيئة التأسيسية قالوا فيه أنه تم إعفاء أحمد السكري من منصبه لأنه خالف أفكار الجماعة. الجانب الآخر نجد أحمد السكري اتهم بشكل واضح ومباشر بأن حسن البنا اختطف التنظيم وعمل لصالح دول أجنبية أخرى أو قوى مصرية كانت تتعاون وقتها مع الاحتلال الأجنبي. إذن هو يتهم التنظيم بالعمالة للخارج. في المقابل لم نجد من الإخوان غير أنهم وصفوا أحمد السكري بأنه خالف أفكار التنظيم فقط. أيضا نجد أن أحمد السكري وقد كان أكبر سنا من حسن البنا، ويقال حسب الروايات وأدبيات الإخوان أنه المؤسس الحقيقي للتنظيم، أنه كان هناك خلاف دائر ما بين أحمد السكري عفوا من جانب، وما بين عبد الحكيم عبدين من جانب آخر. وكان عبد الحكيم عبدين كان سكرتير عام للتنظيم، وكان زوج شقيقة مؤسس التنظيم حسن البنا. وكانت هناك اتهامات وجهت إلى عبد الحكيم عبدين من قبل قيادات في الإخوان أنه كانت له انحرافات جنسية. هو كان مسؤول عن ما يسمى داخل الإخوان ملف الأخوات، فكان يجتمع بهن كثيرا، وبالتالي جاءت شكاوى رسمية إلى المؤسس الأول أن عبد الحكيم عبدين المؤسس الأول تقصد السكري؟ لا، عبد الحكيم عبدين التقى بزوجات بعض. أتت الشكوى إلى المؤسس الأول، حضرتك كنت تقصد الشكوى ذهبت إلى أحمد السكري. نعم، ذهبت الشكوى إلى المؤسس الأول، وبعد التحقيق من قبل وكيل الجماعة كان أحمد السكري كان الرجل الثاني في التنظيم بعد حسن البنا. بعد تحقيق أحمد السكري وصل إلى إدانة عبد الحكيم عبدين، وهو ما لم يعجب حسن البنا، فأصدر قرارا بإعفائه. هذا القرار بالإعفاء لم يكن واضح الأسباب، يعني قال فيه أو اكتفى للقول فيه أنه خرج عن أفكار ومنهج الإخوان. في الجانب الآخر أستاذ أحمد، نجد الإخوان أمام هذه الحادثة يضعون علامات استفهام، يعني بمعنى أنهم لا يريدون الخوض في هذه القضية بعد مرور هذه السنوات الطائلة منذ أن صدر هذا القرار في العام 1947 حتى هذه اللحظة. يكتفون بالقول بأن أحمد السكري هو من قدم استقالته للتنظيم، وهذا يخالف الواقع والتاريخ والمنطق. والأزمة الحقيقية أن حسن البنا تعامل باستبداد شديد في هذه القضية. إذا كان بالفعل كما روى الإخوان وكما روى المؤسس الأول حسن البنا أن أحمد السكري له أفكار ربما تخالف وتناقض الإخوان، فكان عليه في البيان الذي صدر موقعا من الهيئة التأسيسية أن يذكر ما هي الأشياء التي خالف فيها من أنشأ التنظيم معه أحمد السكري. أستاذ منير، حضرتك أتيت إلى ذكر مفردة الاستبداد في إدارة الخلاف أو الاستبداد في إدارة الأزمات، وكأن المسألة يعني تاريخية ومؤصلة، لأن الواقع أو التاريخ القريب للغاية كان يقول أيضا بأن إدارة بعض الخلافات المرتبطة ببعض العناصر ممن لا يروقون للكبار أو للرؤوس الكبيرة داخل الجماعة كان يطاح بهم ولو بدون إبداء أسباب. كيف ينظر إلى منطق إدارة الأزمات داخل الجماعة تاريخيا حتى اليوم؟
أستاذ أحمد، كل الجماعات والتنظيمات الدينية المتطرفة تدير أمورها بشكل شبه عسكري، هي ليست جماعات مدنية وإنما هي جماعات عسكرية وأيضا شبه عسكرية، بمعنى أنها تستخدم السلاح وأيضا تدير أمورها بطريقة أشبه بالاستبداد، وهذا قد يحافظ على التنظيم بصورة أو بأخرى. يعني هذه التنظيمات المتطرفة لأنها تنظيمات ممتدة، لأن هذه التنظيمات تدير أفراد وأتباع لها وخلايا ومجموعات، هي ليست صغيرة العدد وإنما كبيرة العدد، وليست داخل الحدود فقط وإنما خارج الحدود، هي لا تستطيع أن تدير أمورها إلا بشكل عسكري. يصدر القرار من الأمير أو من المرشد أو من عضو مكتب الإرشاد، وهذا القرار يتم تطبيقه بشكل استبدادي، من يخرج عن هذا القرار يتم فصله أو إعفائه أو عقابه عقاب هذا الشخص بصورة أو بأخرى. هذه الطريقة التي نسميها نحن طريقة استبدادية هم لا يعرفون غيرها، لأسباب لها علاقة بأنهم إذ لم يتعاملوا بهذه الطريقة سوف يسقط هذا التنظيم، خاصة وأن التنظيمات المدنية غالبا عندما يحدث فيها انشقاقات طولية وعرضية تنتهي وتندثر. أما حركة الإخوان المسلمين والتي قارب عمرها الآن أكثر من 95 عاما تدير أمورها بطريقة عسكرية، طريقة السمع والطاعة، عندما يصدر قرار لابد أن يسمعه الآخرون، ومن ينتقده ينتقد هذا القرار أو يخرج عليه أو يناقشه يتم إعفائه أو معاقبته، وهذه تسمى طريقة عسكرية. يعني هذه يعني هو حتى حديثا أستاذ منير، يعني وحضرتك حتى بتتكلم عن أن حتى من يناقشه مش من ينتقد القرار، مجرد النقاش عندما أطيح بدكتور محمد حبيب وكان نائبا للمرشد، نائبا أول للمرشد ساعتها، مجرد التطرق للحديث عن أسباب الإطاحة به كانت مسألة أقرب إلى المحرمات. يعني هذا الأمر، يعني منذ خرج مجموعة من الإخوان أيضا في الأربعينيات من القرن الماضي وأطلقوا على أنفسهم جماعة شباب محمد، حتى خروج أبو العلا ماضي ومحمد حبيب وعبد المنعم أبو الفتوح وآخرون، ربما بعد العام 2011 عندما انتقدوا قرارا صدر من الإخوان. وتذكر بعد العام 2011 صدر قرارا من مرشد الإخوان وقتها محمد بديع بأنه لا يجوز لأحد من الإخوان أن ينضم لحزب سياسي بخلاف حزب الحرية والعدالة. خرج مجموعة من الإخوان وأعلنوا أن هدفهم السياسي هو الوصول ربما لأشياء قد لا تكون في هذا الحزب الذي يمثل الجماعة التي ينتمون إليها، صدر قرارا بإعفائهم. وأعتقد عندما أيضا تقدم الإخوان بمرشح للانتخابات الرئاسية قام وفد من الإخوان بتأييد آخرين بخلاف مرشح الإخوان أيضا. حضرتك أجملت الأمر باستعمال تعبير يبدو مبتكر لكنه كما تقول حضرتك مرتبط بكل هذه التنظيمات، الاستبداد في إدارة الأزمات الداخلية. الأستاذ منير أديب الباحث في شؤون الجماعات الإرهابية، أشكر حضرتك شكرا جزيلا منضما إلينا عبر الهاتف.